التوقع ديالي المباراه ديال فريق وداد البيضاوي وشباب السوان من الدوره الثالثه ان شاء الله للمركب الرياضي محمد الخامس ان شاء الله. فريق الوداد البيضاوي ان شاء الله غادي يفوز باش يرجع للسكه الصحيحه باش يرجع لديك الهيبه ديال البطل ان شاء الله، تكون هي ديال الانطلاقه الصحيحه لفريق الوداد البيضاوي في البطوله وفي العصبة الابطال ان شاء الله. فريق السوان فريق قوي كيلعب كره، عنده لاعبين مهارين، انت عارف كيفاش يخرج كره من الدفاع للوسط للهجوم كيسجل اهداف، فريق اللي كيحتكر كره، فريق اللي عنده اللعب ديال فريق الرجاء البيضاوي، يعني فريق السوان فريق كبير ان شاء الله. السوان من الوداد يقدم واحد الطبق كروي جميل ان شاء الله، تكون فرصه ويكون اهداف ان شاء الله. كما كنعرفوا فريق الوداد البيضاوي فريق قوي، كيلعب امام الجمهور ديالو في مركب محمد الخامس. حد سوالم هما فريق يعني كيحاول انه يخلق المفاجاه الفرق الكبار. كاين كما كنعرفوا فريق سوالم ديما كيحاول يلعب على الفريق الخصم. ما كنعرفوا فريق الوداد هو فريق قوي، عنده لعابه بامكانيات جد كبيره، والفريق الوداد امام الجمهور ديالو انه فريق كيخلق ديما المفاجاه. اما فريق الوداد ديما كنعرفوا فريق قوي. المباراه ديال غدا ان شاء الله غادي تكون صالح فريق الوداد البيضاوي بثلاث اهداف مقابل لا شيء. الوداد اخويا الوداد هي اللي غتربح لنا، عندها في رجلها، عندها تاريخ. انا ديما انا ودادي وديما وداد وعندي التوقعات حقيقيه ان شاء الله غتربح، وديما هي كتربح، ويا ديما عمري ما سمعت انا الخاسره ديما رابحه. ضد سوال المباراه اللي غتجي غدا ان شاء الله ما بين الوداد وضد السوالم انها غادا تكون مباراه حماسيه والكل كينتظرها، وغادي نكون انا ان شاء الله من الناس اللي غيراقبوا هذه المباراه عن جدارة واستحقاق، وغادي ان شاء الله نكونوا من الفائزين ان شاء الله، والوداد راه عنده في رجله. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربيه للالعاب والرياضه. MDGS نربحوا الرياضه.